هذول بالسيارة الآن خمسة تيوس ومعهن جفرتين، يسامن كجملة بالسيارة الآن 750 كجملة، سامن 750 كجملة، خمسة تيوس قلنا معهن جفرتين، السوم 750 للجملة. هذولي نجلي مع الرجال اللي الله يوفقه اليوم يرزقه، طبعا شاه معهن خرفان، سامن المجموع 1280 سيارته الآن. اليوم السبت في حراج، الجملة في بريدة. اللي يعتبر اكبر مزاد لتسويق الاغنام اليوم السبت الله يوفقهم. هذه جفره وتيس يسامن 470 على شهر 20. هذول رخلتين وخروف نعيمي الان مع رعيهن. كم اعمارهن؟ على شهر 20. شهر 20 يوم سامن كم؟ على 750. سامن 750 مجموعة الثلاثة ذول رخلتين وخروف. رخلتين واحد ب 750. رخلتين وخروف بالسيارة الآن ذول سامن. الله يرزقه. هذه مجموعة الآن بالسيارة خرفان حري. المجموعة هذه كم سيمة الحال هذه؟ 1020 هذه سيمة 1800. هذه سهم 800 والباقي 1020 والباقي يقولوا لي سيمة 1020 وذي سيمة 800 سيمة 820 ها؟ 820 رخل ذي رخل كلها خرفان كلها خرفان حري ما شاء الله. كم اعمارهن؟ تدري كم اعمارهن؟ من 5 شهور لست شهور. من 5 شهور لست شهور. هذول الحل اللي اعطانا معلومات صاف الحلال. هذه ثلاث خرفان واحده رخله بيعن الان ب 1010 بيعن نعيمي بالسياره بيعن ب 1010 ريال. هذا نعيمي طيب بالسياره الان مع رعيه الله يوفقه ويرزقه اليوم يسام 1530 النعيمي اليوم. وعنده الخروف الحري برضه يسام كم طال عمرك؟ 1300 يسام 1300 اللي هو الخروف الحري معه بالسياره. كم الحري؟ واخر بحمد الله. يسام 1300 الحري. طبعا هذه مجموعه من الماعز بالسياره مع راعينا الله يوفقه. وش انواعهم طال عمرك؟ انواعهم عمارة. وشلون هنا اسداس. اسداس؟ نعم. وكم يسامن طبعا؟ 1250 على واحد معهن. سامن على 1250 كل واحده معه ولده ها؟ اي واحد. ولده معه واحد ها؟ اي نعم. المجموعه هذه. الله يشكره ويرزقه اليوم. هذه مجموعه من الخرفان النعيمي. فالسياره الان يسامن 1080 المجموعه هذه. المجموعه هذه كلها خرفان. النعيمي سامن 1080 كمجموعه السياره. هذه رخلتين ثلاث ريال يسامن 1040 الان مع الدلال بلعب. ها؟ 1040 ما شاء الله 53 صافي ها؟ كريت كريت ابو 50 حبس معن على واحد إيه؟ الا واحده مع اثنين يسامن 1010 1010 كل المجموعه كل المجموعه 1010 ثريين الله يسلمك. هذه خرفان نجدي حجم كبير عمار تقريبا 3 سنوات يسامن 5200 الاثنين ذولي يسامن الان 5200 بالسياره الخرفان النجدي ذولي 5200 يسامن عمارهن 3 سنوات خرفان نعيمي طيبات بالسيارة جدعان يسامن 1750 الاثنين ذولي الله يوفقهم اليوم ويرزقهم يسامن 1750 الاثنين ذولي جدعان خرفان نعيمي هذه مجموعة طيبة من النعيمي خرفان ورخال يسامن على 840 عمار من 3 أشهر إلى 4 أشهر تقريبا خرفان ورخام
840 سام المجموعة الآن بالسيارة. عمار من 3 أشهر إلى 4 شهور. الله يوفقه ويرزقه. طبعا هذه مجموعة من السيارة برضه من النعيمي خرفان وثنتين الخال. كم عمار طلع من كم؟ من 3 شهور ل4 شهور تقريبا. سامن 910 مع الرجال. الله يوفقه يرزقه اليوم السوق. هذول مجموعة برضه من الخرفان والخال الان نعيمي بسيارة. سامن 1160 المجموعة هذه. اعمارهم تقريبا من 5 شهور ل6 شهور المجموعة هذه. 1160 يسامن الخال خرفان. سامن 1160 المجموعة هذه. عمار من 5 شهور قلنا إلى 6 شهور. طبعا هذا ما شاء الله أحد الشباب اللي الحقيقة ما شاء الله لهم باع بالماشي وبالأغنام وهلهم مدربينهم ما شاء الله على البادي. دائما يدربون أولادهم على الحلال الحقيقة اللي هو يعتبر رمز الصحراء الحلال. وش اسمك يا طيب؟ بالبعيد ام طيب. ونعم بالمطران كلهم والله ولا يهنون باقي القبائل ان شاء الله. انت تحب الحلال؟ تسرح بالحلال؟ وش اهم شيء عندك من الحلال؟ الغنم ولا الابل ولا وشو؟ الابل احسن من الغنم. ليش تحب الابل ازين من الغنم؟ ازين. تركب الابل انت ولا ما تركب؟ جاي يعني تعرف لها ولا ما تعرف لها؟ ولا تزلق مثلي انا ركبتها اول ما ركبتها طحت. كم خالد ها؟ هذا سام 1250. وش عمره وش لا؟ سام؟ فوق السدس. فوق السدس يقرا. سام 1250 مع الرجال حبيب الحقيقه. ودنا هنا الحقيقة نسرقها اليوم نسوق الغنم نروح بقوله بخيمة. وحبيب وطيب ومزاح الله يفقه. هذا النبي حقيقة بالسوق. الناس يبون يغيرون جو ويستانسون. الحياة ما بكلها تجارة وعمل. اي نعم لازم تصير سعيد وتستانس وتضحك مع الناس وتفزع مع الناس اللي ما يضر الناس. اي نعم ولا تعرض لحد بارك. خلنا من الناس يستانسون الله يفك يا شيخ. هذا طبعا مجموعة من الحلال سبق صورناها. لكن اللي اعجبنا بالحلال ذا رعي وحبيب. يعني رعيه وحبيبي. ودك تشري منه وانت مغمض. مسك الله صباحك الله بالخير. صباح النور. الله يوفقك. انت رايح حلال طال عمرك. اي نعم. يعني حلالك بالبر. اي نعم بالبر. بالبر ها؟ متخصص وش نوع الحلال؟ كله نعيمي كله نعيمي. نعيم والجد. وراك تميزون بالنعيمي اكثر من النجدي. والله النعيم يعني افضل التربيه وافضل يعني. افضل التربية. هذا ولك ما شاء الله. نعم. وش اسمه؟ فارس. فارس ونعم فارس الله. بين مرحلة فارس انت؟ سادس. ها؟ سادس. بالسادس. تواصل تعليمك الان عن بعد الان؟ ها؟ ولا تحب البر انت؟ ها؟ تحب البر؟ تساعد ابوك بالحلال. الله يوفقك يا فارس ان شاء الله. والحقيقه ابوك ونعم برج الحقيقه يعني ما شاء الله على باين عليكم مدربكم على العمل الطيب ويعلمكم ويدرسكم. طبعا هذا يعتبر من الاباء البارزين اللي يدورون الخير لعيالهم وهم صغارين. الله يوفقك يا شيخ جزاك الله خير. حري مواليد مع الرجال الحين بالسياره يسامن 800 ريال كان المجموعه هذه. حري معهن مواليد الله يوفقهم. نعيمي ما شاء الله مع رعيه الله يرزقه. سام 1900 الان بالسياره. سام 1900 بالسياره. النعيم الخروف والنعيمي هذا جذع. طبعا جذع على كلام رعيه انه جذع. هذه مجموعه من الحري خرفان وبهن الخال. سام 630 الحين بالسياره. اعمارهم تقريبا من 3 اشهر ها اعمارهم. سام 630 المجموعه هذه خرفان ومعهن الخال. 630 سام الان بالسياره المجموعة ذي. هذه مجموعة بالسيارة مع الرجال اليوم. طبعا فصيلة النعيمي خرفان مع رخل. عمارة حدود 3 أشهر. يسامي كم طال عمرك؟ 1140. يسامي منه 1140 المجموعة هذه. 1140 يسامي. قلنا احنا خرفان مع رخل. يسامي 1140 اليوم كالمجموعة ذي. عمارة حدود 3 شهور. هذه مجموعة من الحري بالسيارة الآن مع رعيهن كلها خرفان. كم عمر تقريبا؟
ثلاثة شهور باعنا الرجال ب1060 كمجموع باعن بيع ذا الرجال الله يبارك له إن شاء الله، وإن شاء الله هالمال اللي باع به إن شاء الله يصير مليون. وديك طيب وش تقول الفرق بين السبت والأيام العادية عندنا؟ السبت صار هو جلسة الناس السبت. إيه تبدأ بالخميس صارت السبت الحين عندكم. إيه مو صارت الإجازة السبت الحين. إيه نعم تبدلوا من الخميس للسبت. يعني السبت يعتبر كان أزحم شيء الخميس من الأول. الخميس أول واحد بدلوه للسبت. يعتبر السبت أنه اليوم هو المميز أكثر شيء. لو أجلب شيء للسوق أكثر شيء جلبه. يجيكم من خارج منطقة بريدة؟ أكيد من باقي مناطق المملكة. جميع المناطق يوم السبت. طيب في أنا أنت طبعا أبو اللي يبي أبو راشد، أبو راشد عنده ما شاء الله خرفان طيبة. هو رقم مظلته 2، شوفوا هذه مربع 2 يسمى راشد عشان الواحد، لأنه صعب الواحد يعرف محله. تبي تعرف محل أبو راشد بالضبط مربع 2 البلدية تشكر على اللي حقيقة عملت رموز لجميع المظلات الموجودة. هو مربع 2 شرق، مكتوب عليه مربع 2 شرق. طبعا هو زي ما قلنا انت تبي استشاره، تبي حلال طيب عنده يبيعه هو حلال طيب، تبي تستشيره في شيء رجال حبيب فاتح صدره للجميع ويعطي المعلومه زينه ويقول الرازق الله سبحانه وتعالى، ما هو على ما قال يحسد احد ولا شيء. الله يوفق ابو راشد حقيقه ويجزاه خير عنا وعن حقيقه بريده كلها. الله يوفقك. حطينا اليوم جزء من اكبر سوق لتسويق الاغنام يوم السبت في مدينه العام في بريده. طبعا السوق كبير ويحتاج عدة مقاطع، وما ودنا نطول احنا بالمقاطع علشان الواحد ياخذ راحته ويتفرج على المقطع اللي ننزله. اخذنا مجموعه من الاغنام الحقيقه اللي مهمه بالسوق واللي تعاونوا معنا الاخوان اصحاب الحلال واعطونا المعلومات. اول شيء اقدم شكري 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 ثلاث مرات، من مره واحده لجميع اخواننا راعين الحلال اللي يبدعوننا في هالسوق، يعطونا معلومات، يمزحون معنا ويأنسونا حقيقة لما نشوفهم ويشوفونا. الله حقيقة أشكرهم وأقدم لهم تحياتي والله يوفقهم إن شاء الله. اليوم السبت اللي هو 17/6/1442 تحياتي.